عارفين المثل اللي بيقول الدب اللي قتلت صاحبها؟ اهو ده بالظبط اللي حصل في صفحة الدولجية، صفحة معمولة طبعا عباس هو اللي بيديرها، كابتن عباس اللي بيحبوا يهللوا لأي إنجاز للسيسي ده لو في إنجاز وحكومته، حتى لو بالكذب، حتى لو بستغفر الله العظيم بترتيب مصر في مشاهدة المواقع أو الموقع الإباحي. ده اللي عملته يا حضرات صفحة اسمها مصرنا، مصر.